بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه بعد الماتش. النهارده معاكم في حلقه جديده، بس في البدايه لو زملكاوي وتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وملخصات وتحليلات ما بعد مباريات نادي الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. صفقات نادي الزمالك الجديده خلاص بدات تتحسم، وخلاص بدانا نستقر على مين هي الصفقات الجديده اللي جايه وايه هي الاسماء المتداوله وايه هي الاسماء اللي مصارة والكلام ده غلط وليس له اساس من الصحة. في البداية عاوز اقول لكم ان الزمالك خلاص امبارح حسم صفقة محمود شبانة مدافع نادي اسوان، ويمكن احنا اتكلمنا على الموضوع ده منذ ساعات في حلقة نزلت عن محمود شبانة وارقام محمود شبانة، هسيب لك اللينك بتاعها فوق في علامة الاي عشان خاطر تشوف وتتعرف على مدافع نادي الزمالك الجديد. الصفقة تم حسمها ادارة نادي الزمالك مع سيادة اللواء احمد سليمان رئيس نادي اسوان، واعتقد الصفقة وقفت على 5-6 مليون جنيه لنادي اسوان اللي كان طالب 10 مليون جنيه، انما وقفت على 5-6 مليون جنيه ورغبة محمود شبانة اللي كان عنده عروض تانية من فاركو نادي فيوتشر والكلام ده كله، كان عنده عروض كتيرة، انما شبانة اكيد فضل نادي الزمالك. فمحمود شبانة هو اول او يعتبر تاني صفقة رسمية بعد صفقة عمر كمال عبد الواحد. الصفقة التانية اللي معانا دلوقتي وهو مهند لاشين. مهند لاشين لاعب طلائع الجيش، لاعب الوسط المدافع اللي هو مش بيلعب رقم 6 زي طارق، لا بيلعب رقم 8 زي فرجاني ساسي بوكس تو بوكس. مهند لاشين موقع مع نادي الزمالك، مهند لاشين متفق مع نادي الزمالك على كل حاجة، ويبقى طلائع الجيش. الزمالك تباطأ في التفكير في مهند لاشين او في يعني انه يخلص مهند لاشين، ولكن الزمالك مخلص كل حاجة مع اللاعب. كابتن فاروق جعفر هو اللي قاد المفاوضات مع مهند لاشين، وبالفعل مهند لاشين مضى على عقود انتقاله مع نادي الزمالك واتفق على الثلاث اربع سنين هياخد كام والسنة الاولى والثانية والكلام ده كله، ويتبقى موافقة طلائع الجيش. الزمالك اتأخر لغاية ما طلائع الجيش بدأ يغالي في الطلبات المادية بتاعته، والجيش بيغالي في الطلبات المادية عشان يستفيد من نادي الزمالك بأكبر قدر من الأموال، زائد ياخد إعارات لعيبة يكون لعيبة كويسة من تيم نادي الزمالك، وعشان كده الجيش متقل الموضوع شوية على نادي الزمالك. طب ليه مسؤولين نادي الزمالك متأخرين في إنهاء ملف مهند لاشين؟ عشان خاطر بيحاولوا في ملف دونجا، اللي هم من وجهة نظر مسؤولين نادي الزمالك إن دونجا لو أنت جبت دونجا من بيراميدز صفقة جماهيرية، لعيب كويس انضم لمنتخب مصر ولعب مع منتخب مصر في فترة من الفترات، فدونجا هو مطلب جماهيري وشعبي من جمهور نادي الزمالك. فالإدارة بتاعت الزمالك شايفة إن هي لو جابت دونجا فهي مش هتبقى في حاجة الى مهند لاشين، ولكني اتوقع ان مهند لاشين لو جه الزمالك ارقامه كويسة جدا، ولو جه الزمالك يعني هيبقى ليه مستقبل كويس مع نادي الزمالك، ولكن مسؤولين نادي الزمالك متباطئين مستنين يشوفوا هيخلصوا هيعملوا ايه في موضوع نبيل عماد دونجا. وده القصة بتاعت مهند لاشين متوقفة على كده، انما لو دونجا ما جاش الزمالك، هنيجي لدونجا دلوقتي، لو دونجا الصفقة فشلت ما بين الزمالك وبيراميدز للسنة الثالثة على التوالي، لو الصفقة فشلت فالزمالك هيخلص على طول مع طلائع الجيش وهيديله اللعيبة اللي هو عاوزها اعارات والفلوس والكلام ده كله عشان خاطر يستفيد بخدمات مهند لاشين. بما اننا بنتكلم على دونجا فعايز اقولك ان دونجا واحمد ايمن منصور موقعين مع نادي الزمالك والدنيا منتهية ومتفقين على مقدمات التعاقد وعلى الدفعات وعلى في السنة الاولى كام والتانية كام زي مهند لاشين بالظبط. فدونجا موقع واحمد ايمن منصور موقع مع نادي الزمالك والدنيا زي الفل، ولكن برضو يتبقى بيراميدز متقل الموضوع شوية على نادي الزمالك. بيراميدز زي ما بتقولوا كده ايه متبت في الاتنين لعيبة عشان خاطر بيراميدز عاوز لعيبة من نادي الزمالك وعاوز يستفيد باكبر قدر ممكن
من لعيبة نادي الزمالك واللعيبة الأساسية بالمناسبة مش اللعيبة الاحتياطية. فدونجا عاوز من الزمالك، عاوز محمد عبد الغني وعاوز أبو الفتوح، عاوز عبد الله جمعة، عاوز محمد عواد، عاوز اتنين لعيبة من الأربع لعيبة دول. زائد إن أنا عاوز أقولك إن بنسبة كبيرة جدا جدا، ودي المفاجأة اللي محدش اتكلم فيها، إن إسلام جابر وقع لنادي بيراميدز ومنتظر ما ستسفر عنه المفاوضات والصفقة التبادلية، فممكن يروح ثلاث لعيبه من الزمالك مقابل اتنين لعيبه من بيراميدز. ودي المفاجاه وده الكلام اللي محدش قاله. اسلام جابر بيراميدز، مسؤولين بيراميدز قعدوا معاه، اسلام جابر عارف ان هو السنه اللي جايه صعب جدا يلعب في تيم نادي الزمالك، فاسلام وقع لبيراميدز. وكمان بيراميدز عاوز اتنين لعيبه غير اسلام جابر، ويديك اتنين لعيبه من عنده اللي هم هيكونوا بالتاكيد احمد ايمن منصور، وهيكون كمان نبيل عماد دونجا. فاحمد ايمن منصور هيجي اعتقد ممكن يترحل ناحيه الشمال، هيكون ده المكان الافضل ليه شويه في ظل وجود محمود شبانه اللي طبعا لسه متكلم عليه، وعلاء وعبد الغني والونش والكلام ده كله. اعتقد صعب جدا كارتيروني يوافق على رحيل محمد عبد الغني ورحيل احمد ابو الفتوح، لان اتنين لعيبه اساسيين في تيم نادي الزمالك ولسه صغيرين، زائد ان ابو الفتوح مهم جدا عشان خاطر عبد الشافي. هو رقم واحد دلوقتي انما سنه كبير، فانت يبقى عندك ستوك لازم ابو الفتوح او عبد الله جمعه ويا حبذا الاثنين يكونوا موجودين، تحسبا لطبعا انت بتشتغل على المستقبل البعيد. فعبد الشافي ربنا يديله الصحه والعمر، هتحتاج عبد الله وهتحتاج ابو الفتوح في المكان ده. ولو يا سيدي مش عاوز الاثنين، فانت لازم تخلي لعيب من الاثنين لعيبه موجودين عندك في التيم بتاعك. فده بالنسبه للزمالك وبيراميدز والصفقه التبادليه اللي هي مش هيكون طرفها عبد الله السعيد، وده بقى هينقلنا ان احنا نتكلم في عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لعيب كبير، لعيب نجم، لعيب اداره نادي الزمالك شغاله عليه الفتره دي. عبد الله موافق، عاوز ظهير جماهيري، عاوز ينهي حياته في نادي شعبي مع جماهير مع اعلام مع سوشيال ميديا تدافع عنه. افتقد عبد الله السعيد الثلاث سنين اللي فاتوا الكلام ده، فعبد الله عنده رغبه. عبد الله هيقلل عقده بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك، هياخد فلوس اقل من اللي كان بياخدها في بيراميدز، ومسؤولين نادي الزمالك ضاغطين عشان خاطر مسؤولين نادي الزمالك داخلين الانتخابات، واولهم الكابتن حسين لبيب والاستاذ هاني برزي، دول ابرز اثنين، والاستاذ المندوه الاستاذ حسام المندوق. الثلاثه دول داخلين انتخابات نادي الزمالك اللي هي الباب الترشح هيتفتح في 1/10، والانتخابات بيقولوا يوم الجمعه 19/11 على يوم 1. فالثلاثه دول ناويين يدخلوا انتخابات نادي الزمالك، وعاوزين لما يجوا يدخلوا يدخلوا بصفقه جماهيريه، يدخلوا زي ما بيقولوا كده ايه، يدخلوا علينا وايديهم مش فاضيه. ايديهم مش فاضيه ده انك تجيب عبد الله السعيد، الصفقه اللي الناس كلها بتتكلم عليها. وانا شايف ان عبد الله السعيد لو جه لعب معاك موسمين، اعتقد ان عبد الله السعيد مع اللعيبه جنب طارق حامد مع بن شرقي مع زيزو مع السكواد اللي موجود اوباما، السكواد موجود في تيم نادي الزمالك، هيساعد عبد الله السعيد ان هو يكون معاه لعيبه كويسه هتوقفه على رجله، وبالاخص ان كارتيرون من المدربين اللي بيعرفوا يعملوا بدني كويس قوي. فهتلاقي عبد الله السعيد البدني بتاعه دلوقتي اللي هو واقع في بيراميدز، ممكن تلاقيه عبد الله السعيد واقف على رجله بشكل كويس جدا. شفنا كارتيرون رجع محمد عبد الشافي ازاي، ورجع حمزه المسلوسي ازاي، كارتيرون في الجانب البدني والاعداد النفسي مع اللعيبه متألق في الموضوع ده. فعبد الله السعيد إدارة الزمالك بتحاول معايا بشكل كبير جدا، وفي أنباء إن المفاوضات قاربت على الانتهاء، واللي ليه فضل في الموضوع ده أكيد هو الممول الأول لصفقات نادي الزمالك وهو الأستاذ هاني برزي. فصفقة عبد الله السعيد قاربت على الانتهاء. تعالوا بقى ندخل برضو، خلونا في بيراميدز وندخل على صفقة إبراهيم عادل اللي هي بعيد تماما عن الواقع. إبراهيم عادل يعني بيراميدز مش هيفرط لك فيه بسهوله، زائد ان ابراهيم عادل الاهلي قاعد مستني، اول ما بيراميدز يوافق على بيع ابراهيم عادل هيدخل النادي الاهلي، هيدخل بتقله، هيدخل بفلوسه، وهيتبقى رغبه اللاعب اللي الاهلي بيعرف للاسف يسيطر على اللعيبه بشكل كويس جدا، واعلانات ودعايه والكلام ده كله. فممكن الاهلي يخطف ابراهيم عادل، والاهلي عاوز ابراهيم عادل بشكل كبير جدا جدا. طبعا اتمنى ان ابراهيم عادل لو الكلام فعلا واقعي ابراهيم عادل الصفقه بتاعته تخلص، انما اعتقد ان بيراميدز
مش هيسيب ابراهيم عادل باقل من 2.5 مليون دولار، وده رقم كبير جدا جدا على اي نادي يدفعه عشان يشتري لعيب، ده غير اصلا عقد اللعيب هيبقى كام. فصفقه ابراهيم عادل عشان ما نتعشمش كتير فيها، اتوقع من وجهه نظري ان هي بعيده تماما تماما عن الحقيقه، ولكن اللي قريب فعلا عبد الله السعيد، لان عبد الله هو اللي عاوز يلعب في تيم نادي الزمالك.